معنا من القامشلي عبر الهاتف العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا عميد حسام. إذا التطورات الأمنية من عندك. أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. تتقدم قوات سوريا الديمقراطية بقوة وبسرعة أكبر، خاصة بعد كسر كافة الدفاعات التي كان يتحصن بها داعش، وكذلك قمنا بصد عدد من الهجومات بعد إغلاق الكامل للمدينة، وخاصة من ناحية الجنوب قمنا بعملية نوعية طبعا بالأيام السابقة، وأغلقنا كافة الطرق المؤدية إلى دير الزور، وكان آخرها طريق كسرة عفان وهو طريق يوصل الرقة بدير الزور، وتعتبر الآن 40% من المدينة أصبح محررا بشكل كامل. وطبعا هناك إذا أخذنا 3.5 كيلومتر باقي بخط عرض من مدينة الرقة، و6 كيلومتر بخط طول إذا ما حسبناها بهذا الشكل. عميد حسام، هل هناك تواجد لمدنيين في المناطق الآن التي تدور فيها المعارك؟ ماذا عنهم؟ طبعا بالنسبة للمدنيين يوجد مدنيين لم يستطيعوا الخروج، فقمنا بتأمين ممرات آمنة خاصة تقوم بالإشراف عليها أيضا قوات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتقوم بإخلاء المدنيين إلى مراكز العبور ومن ثم الانتقال إلى مخيم عين عيسى أو إلى أي منطقة لهم أقرباء فيها يرغبون في التوجه إليها. ماذا عن 40% من المناطق التي تم تحريرها اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل، هل عادوا إليها المدنيين؟ الأوضاع الأمنية داخلها الآن كيف هي؟ لا يستطيع المدنيين الآن العودة إلى هذه الأحياء. تقدمنا بحي الدرعية طبعا وتم تحرير أجزاء كبيرة من هذا الحي، بالمقابل أيضا في حي الرميلي ويعتبر هو في شرق رميلان، ونتجه الآن إلى مركز المدينة. والمدنيين دائما طبعا هم مشكلة بالنسبة إلينا، حيث نقوم بالإخلاء وكذلك تأمين المناطق وصد المفخخات إن كان على درجات نارية أو عن طريق أفراد يرسلها داعش إلينا، ولكن نحن بالمرصاد لكل هذه الأمور، وخاصة أن خضنا معارك سابقة معهم في عدد من المحافظات والمدن. نعم، بحسب الفرق المختصة التي لديكم، متى من المتوقع أن المنطقة ستؤمن هذه 40% من المفخخات والعبوات الناسفة وما إلى ذلك لكي يتسنى للمدنيين العودة إلى منازلهم؟ يعني إحنا بدأنا العملية في 6 أشهر، يعني أقل من شهر تقريبا حررنا 40%، فنتوقع إن شاء الله أقل من شهر أيضا نحرر كامل المدينة ويقوم المدنيين بالعودة. مدينة الطبقة الآن هناك نسبة كبيرة من المدنيين عادوا إليها ويمارسون حياتهم الطبيعية وقاموا فتح المحلات، وطبعا يوجد فريق عمل لقناة الآن يطلع على هذه الأمور ويتابع معنا فيما يتعلق بآخر المستجدات. شكرا جزيلا لك العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كان معنا عبر الهاتف.